في مكان خطر من اللي بيسدد فوكس؟ لا، والتسديد هوتيجر المدافع السويسري يحرز الهدف الأول، وفرحة لا توصف. شوف من 25 ياردة، يا سلام شلون لفت الكرة. بلاكبيرن ضاغط يبحث عن التعادل، هذه كرة توصل الآن. ألان شيرر يفتح اللعب ناحية اليمين، ساتن عرضية عالية والرأسية تتهيأ، شيرر والتعادل، التعادل. كريس ساتن اللي سجل في المباراة الأولى ها هو الآن يسجل في المباراة الثانية. شوف الكرة العرضية الحقيقة من ويلكوكس، والكرة تتهيأ من شيرر وعلى طول باليمين على شمال حارس المرمى. وشوف فرحة دالجلش، نتيجة 1-1. راح نشوف وقت إضافي إذا ظلت النتيجة على ما هي عليه. فوكس توصل، أوه ممكن الثاني، نعم الثاني، الثاني من كلارك. شوف كيفن كيغن فرحان، والفرحة تتبادل الحقيقة، مرة عند أغلش ومرة عند كيغن. شوف كلارك، يا سلام، الكرة تدخل الشباك ما بين القائم الشمال وما بين فلاورز.